النهاردة هنتكلم عن الأوعية الدموية، وشهر في شهر رمضان المبارك الكريم العظيم. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الأوردة، كان المفروض النهاردة نتكلم عن الشرايين، بس أنا بقول هنتكلم عن مش مرضى المصابين، لا هنتكلم عن الحالات الفسيولوجية زي الحامل، زي اللي بترضع، زي اللي عندهم راكبين صمام صناعي، الناس اللي عندها حاجات فسيولوجية. ايه النصايح اللي نوجهها لهم اثناء رمضان؟ طبعا بيفضل عدم الصيام في الفترة دي علشان يبقى جسمهم فيه كمية سوائل طبيعية ويشربوا سوائل كتير، واذا صاموا فبننصحهم ان في الفترة ما بين الفجر المغرب والفجر انهم يعوضوا ده بانهم يشربوا سوائل. طيب اذا كان الـ مش هنتكلم عن الحامل واللي بترضع، هنتكلم عن السيدات العادية او الرجال الكبار في السن او السيدات الكبار في السن او اي حد طبيعي، ده ممكن عرضة ان يجيله جلطة حتى لو هو ما عندوش اي مرض. طب ايه المفروض نعمله؟ طب احنا الوقت صايمين رمضان، اول حاجة ان هو وهو صايم لازم اثناء فترة الفطار يشرب سوائل كتير، قبل السحور يشرب سوائل كتير عشان جسمه يبقى فيه كمية مية كبيرة. طيب السيدات اللي بيقفوا في المطبخ عشان يطبخوا ويحضروا الفطار ويحضروا الاكل بيتعرضوا لدرجة حرارة عالية وبيقفوا لفترات طويلة، وده بيخليهم يفقدوا سوائل كتيرة، وفي نفس الوقت بيقفوا فترات كبيرة، اذا هم عرضة ان يجي لهم جلطات في الاوردة العميق. بننصحهم ان يحاولوا بقدر الامكان ما يقفوش فترات طويلة. طب هتعمل ايه؟ يبقى وهي واقفة تتحرك كل شوية، لان ده بيزود البامب بتاع عضلة السمانة اللي بنسميها قلب الاوعية الدموية او الاوردة، فبترجع الدم بسرعة فبيقلل فترة ان الدم يبقى راكد وما بيحصلوش ويحصل له جلطات. ان هي ما تبقى درجة حرارة المطبخ تشغل مروحة، ما تتعرضش لدرجة حرارة عالية، ما تقفش فترات طويلة، تتحرك طول ما هي واقفة، كل ده بيقلل العرضة انها يبقى عندها جلطات، ان يحصل لها جلطات في الاوعية. ونفس الكلام بالنسبة للناس الكبار في السن، ان احنا قلنا انهم يشربوا سوائل كتير، يتحركوا وهم قاعدين يبقوا فردين رجليهم وهم نايمين وحطوا رجلهم على حاجة عالية، الركبة ما تبقاش متنية فترات طويلة، عشان ده بيؤدي الى عدم ثريان الدورة الدموية بشكل طبيعي، وهم قاعدين حتى على الكرسي لازم يحركوا وش رجليهم زي البدال بالطريقة اللي انا بعملها دي، لان ده بيزود البامب بتاع العضلات وبيخليهم ان شاء الله ان شاء الله ما يتعرضوش لجلطات ويتمتعوا بصحة جيدة، ويبقى الصيام ان شاء الله مقبول وافطارا شهيا، ودعواتكم لينا ان شاء الله.